تسلية الفواكه. أي لاي 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 لا هات برقوق أو خد برقوق أحلى هدية وكلك ذوق ده مفيش أطعم يلا استطعم وتقول رأيك لما تدوق هات برقوق أو خد برقوق أحلى هدية وكلك ذوق ده مفيش أطعم يلا استطعم وتقول رأيك لما تدوق يا جمال البرقوق الأحمر وحلاوة البرقوق الأسمر برقوق وبتبرق ألوان لما هتاكله هتطلب أكتر قالوا عليه بيفيد القلب وكمان يدي الجسم مناعة كده يستاهل منا الحب ولا نبعد عنه ولا ساعة ولا نبعد عنه ولا ساعة يا سلية الفواكه بنحبك كلنا يا سلية الفواكه